السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لقيت مريض سكر في غيبوبة، ازاي تعرف ان المريض ده في غيبوبة السكر منخفض او في غيبوبة ارتفاع سكر؟ هقولك على الفروق اللي ما بين غيبوبة انخفاض السكر وغيبوبة ارتفاع السكر في الدم. هناخد 8 نقط مهمين جدا نلاقيهم على المريض ونقارن ما بين الغيبوبتين. اول حاجة، الغيبوبة وفقدان الوعي بنلاقيه بطيء في ارتفاع السكر وسريع جدا في انخفاض السكر. تاني حاجة، الجلد بنلاقي في ارتفاع السكر الجلد جاف ودافئ، وفي انخفاض السكر بنلاقي الجلد رطب والوجه شاحب. في الحالتين بنلاقي التنفس سريع وضعيف، وبرضه في الحالتين بنلاقي دقات القلب والنبض سريع وضعيف. لو جينا الفم المريض هنلاقي في ارتفاع السكر الفم جاف وفي رائحة كريهة، وفي انخفاض السكر هنلاقي الفم رطب والريحة طبيعية. في ارتفاع السكر في عطش شديد، وفي انخفاض السكر في جوع شديد. بالنسبة للرعشة، في ارتفاع السكر ما بيكونش في رعشة، وفي انخفاض السكر بيكون في رعشة في الايدين. بالنسبة للعرق في منطقة الجبهة والرأس بنلاقيه منعدم في ارتفاع السكر ونلاقيه موجود في انخفاض السكر. لو قسنا نسبة السكر في الدم هنلاقيه أكتر من 600 ميلي جرام على الديسيلتر في ارتفاع السكر، وأقل من 50 الديسيلتر في انخفاض السكر. الخطورة على المريض بتحصل أكتر في انخفاض السكر عن ارتفاع السكر. دي الفروق اللي تقدر تفرق بيها ما بين غيبوبة انخفاض السكر وغيبوبة ارتفاع السكر. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن ازاي تسعف مريض سكر في غيبوبة، سواء كانت الغيبوبة بسبب انخفاض السكر او بسبب ارتفاع السكر. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.